السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. أطلقت أبل بالأمس التحديث iOS 9.0.2 الذي يقوم بسد الثغرة التي تسمح لك بالدخول إلى الصور وكذلك الأسماء، وقمت بشرح هذه الثغرة وطريقة استعمالها في حلقة سابقة يمكنكم مشاهدتها في القناة وكذلك في المدونة. أما في هذا التحديث الذي لا يأتي بجديد، يعني جديد يذكر، إلا أنه يقوم بإغلاق هذه الثغرة، الأمر الذي لم تقم بالإفصاح عنه شركة أبل لحد الآن ولم تتكلم عن هذه الثغرة. وأيضا في هذا التحديث الذي قامت بإغلاق هذه الثغرة فيه لم تقل بأن هذا التحديث يأتي بإغلاق أنه بعض كذلك لتطبيق البودكاست، مشاكل اي كلاود و الشبكة باستخدام الشفرة أو الخلوي وغير ذلك، يعني من النقاط البسيطة. ولكن الهدف الأساسي من هذا التحديث هو إغلاق هذه الثغرة وإغلاق الوصول إلى الصور وكذلك لائحة الأسماء بدون فتح القفل في iOS 9 وكذلك iOS 9.0.1. إذا الآن لنمر إلى التجربة ونرى هل تم إغلاق هذه الثغرة أم لا. الآن نقوم بتجربة الطريقة 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5. Siri, what time is it? Siri here. How may I help you? What time is it? The time is 1:57. الآن نضغط على الساعة هكذا، نضغط بلاس، نقوم بكتابة أي شيء، تحديد الكل. لا يظهر لنا خيار كوبي وكت، لا يظهر شيء مشاهدي الكريم كما ترى أمامك هنا. نقوم بكتابة أي شيء. كما ترى من المفترض أن يظهر زر شير حتى نتمكن من الوصول إلى أيقونة المسج، بعد ذلك الوصول إلى الصور والأسماء، ولكن في هذه الحالة يظهر فقط زر كوبي وكت. أما من ناحية السرعة في الهاتف والسرعة في الأداء، فبعد مشاهدتي لعدة فيديوهات على اليوتيوب استطاعت معرفة بأن هواتف آيفون 4S يتناسب معها أكثر نظام تشغيل iOS 8.4.1. فإذا كنت على 8.4 ولديك هاتف آيفون 4S فلا تقم بالتحديث إلى iOS 9 أو iOS 8.4.1، ابقى على iOS 8.4. أيضا 8.4.1 جيد على أجهزة آيفون 4S ولكنه أبطأ من iOS 8.4 الذي قبله والذي يوجد عليه جيلبريك، فينفعك كثير في حالة لديك هاتف ايفون 4S يوجد بداخله iOS 8.4 وتريد عمل جيل بريك، فهذا جيد للغاية. هواتف ايفون 5 5S 5C يتناسب معها iOS 9.0.1 وكذلك iOS 9 iOS 9.0.2 التحديث الأخير الذي أصدر بالأمس، يعني أبطأ من iOS 9.0.1 الذي قبله، فأنصحك بالبقاء على iOS 9.0.1. وإذا كنت تريد التحديث فلا توجد أي مشكلة، يعني لا توجد مشاكل، أيضا يعني سريع ولكن بطيء فقط، يعني فرق لا يلاحظ على أجهزة iPhone 5 في التحديث الأخير. أجهزة iPhone 6 و6 بلس و6 S و6 S بلس فيتناسب معها التحديث الأخير iOS 9.0.2 التحديث الأخير، لا يوجد أي مشكلة، لا يوجد فرق في السرعة على التحديث السابق، ولكن يوجد بعض النقاط أن التحديث الأخير أفضل من iOS 9.0.1 فيتناسب يعني بشكل كبير مع الهواتف الأخيرة 6 و6 S بلس والعادي. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك. رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو هنا على اليمين قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.